القطه، كات، الفار، رات، الخفاش، بيت، الطاقيه. هات. برافو. خلاص يا جيجي، انت تقدري تسافري وتستمتعي وتهيصي، وسيبي زيزو حبيب قلب خالته هنا عادي. مش قلتلك زي الالف، انا اللي مربيه. سارة جيم، خير يا حبيبي؟ في ايه؟ كابوس يا سارة، كابوس فظيع. حلمت ان الواد زياد الرزل ده ماشي عمال يكسر في الشقة، وكمان كان عمال يرسم وشوش قطط وكلاب على كل الحيطان ومحدش عارف يوقفه. يا نهار اسود، ايه في ايه؟ اصل حلم غريب قوي. ايوه هو حلم غريب فعلا. راح فين؟ اصل قلقتني على زياد قوي، هروح اشوفه هو فين واخبيه. قصدي هغطيه. غطيه. ايوه غطيه، غطيه صح. سارة أنا مش عايز زن، قلتلك مش هينفع. إزيك يا حبيبي؟ والنبي يا يوسف سيب لي لذيذ النهاردة. إشمعنى النهاردة بالذات؟ أصل لذيذ الوحيد اللي بيعرف يسيطر على زياد. يسيطر على زياد؟ أنت عارفة أنا قعدت أغسل وشي ده في قد إيه؟ معلش يا يوسف والنبي عشان خاطري، هم 3 أيام بالظبط أوعدك والله العظيم. جيجي ترجع وخده براحتك. وأنا أعمل إيه في الشغل طيب؟ خد زومبا. زومبا ما تنفعش يا سارة، وأنت عارفة إن هي لسه فيها مشاكل. على فكرة بقى، زومبا بقت شاطرة زيها زي لذيذ بالظبط. وبعدين اهو اديك هتهزر مع هدير شويه وتعمل فيها كام مقلب كده. انا عارف انها مش هخلص من زنك ده النهارده والله. النبي يا يوسف عشان خاطري هتسيب لي لذيذ؟ اوعي. طب خلاص هفكر ثانيه. هتاخد زومبا؟ خلاص شكرا. انا عارفه ان انت بطيئه عشان ده اول يوم ليكي في الشغل، مع ان انا اول يوم ليا في الشغل ما كنتش بطيئه خالص، بس انت اكيد مع استيعابك للشغل هتبقي اسرع صح؟ لا أنا بطيئة على طول الصراحة المطلقة دي. طيب بصي، الفايلات دي مكانها غلط صح؟ غلط ولا صح؟ العصبية غلط صح؟ العصبية صح؟ لا أنا قصدي إن العصبية غلط، أنت صح. بصي الفايلات دي مكانها فين؟ في إيدي. أنا عارفة إن هي في إيدك، هي المفروض يبقى مكانها فين؟ فين؟ 10-9. الفايلات دي المفروض مكانها يبقى مع الفايلات الخاصة بالعملاء الحاليين. ولذيذ فين؟ مع الفايلات الخاصة بالعملاء الحاليين. مالك هندسة بس عامل كده ليه؟ هكون عامل كده ليه يا علاء؟ ما ديك شايف مفيش شغل، وحتى لو جه شغل رامي يا اما هيبوظه يا اما هيطفشه. طب انا الصراحه كنت عامل لك مفاجاه. جايب لك خبر هينقل الشركه دي من واي كرييشن لواي كرييشن انترناشونال. علاء الشركه دي اسمها واي كرييشنز مش كرييشن كتير. وانت اخرك تزود كلمه انترناشونال دي على اليافطه بره، ده اللي انا ممكن اصدقه. يا اخي ثق فيا مره واحده، بقول لك عامل لك مفاجاه. قول. طبعا انت عارف سلسله مطاعم فري فود فاكتوري؟ لا ما اعرفهاش. الله ينور عليك. صاحبها بقى جاي مصر وعنده مشكلة كده مش عارف في الخامات، وعايز يربط الكلام ده كله بسيستم، حاجة كده ما حدش عارف يحلها غيرك بصراحة. عايزة مهندس يعني؟ مهندس كمبيوتر. طب يا علاء انا مش فايق دلوقتي، خليني ما ابقى اروح بكلمك افهم منك الموضوع وافكر له في حل. طب اديك نبذة كده بس على الموضوع. يا عم مش دلوقتي بقولك. ايه ده انت رايحة فين يا طينة؟ انت اسوق. وانت من امتى بتعرفي تسوقي اصلا؟ ولا مين اللي علمك؟ سارة. سارة اللي هي اصلا ما بتعرفش تسوق. طب ماشي وريني. طيب بصي بقى، انا هسالك كام سؤال كده عشان اطمن قبل ما نتحرك. ها البتاع اللي انت خبطتي فيه وانت داخله ده اسمه ايه؟ كلاكس. برافو. طيب والمرايه دي بنستعملها في ايه؟ نحط فيها روج. انا كده اتاكدت ان ساره اللي معلماكي فعلا. وايه تاني؟ اي لاينر. زوزو ماما ممكن نخرج من البيوتي سنتر اللي انت دخلتيه لنا ده يا حبيبتي؟ انا قصدي في العربيه بنستعمل المرايه دي في السواقه ازاي؟ ازاي؟ انا بسالك. انا بسالك. ايه اللماضه دي؟ المرايه دي بنبص فيها عشان نشوف لو في حد جاي من ورانا يضربنا. لا انا قصدي لو حد جاي في عربيه
يخبطنا. انت بتفولي علينا ليه كده يا ابو؟ ما انت اتفضلي اتحركي بالعربيه يلا. غلط. ليه غلط يا ماجايفر؟ الاول نربط الحزام. ماشي صح، اربطي الحزام. اربط. بربطه اهو. هولي. ما تربطيه لنفسك زي ساره. انت بتخلي ساره تربط لك الحزام؟ والحذاء. ده انت مشغلاها عندك بقى. هاتي دي يلا يا زومبا. انهي دي؟ دي 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 دي. بقول لك ايه، هاتي على القرار ورجعي ورا يلا. زومبا انا اسف ان انا هقطع عليكي لحظه التامل اللي انت فيها دي، بس يعني هو احنا واقفين ليه كده؟ العربيات بتعدي. طب ما احنا عربيات وعايزين نعدي برضو. العربيات مش بتقف. لا هي العربيات مش هتقف طول ما انت واقفه كده ومستنياهم يعدونا، مش هيقفوا. اتفضلي مدي بوزك يلا عشان نعدي واحده واحده. حاضر. مدي بوز العربيه يا زوب عشان نعدي واحده واحده. حاضر. ايه السرعه اللي احنا ماشيين بيها دي؟ سرعه ابطا. لا امشي بسرعه اسرع. حاضر. بالراحه بالراحه كده. وصلنا احنا. اقفي اقفي، وصلنا خلاص. اقفي بطلي بقى العربيه. لو سمحتي، هي دي العماره اللي فيها حضانه اس بي سي؟ مش عارفه. قولي مش عارفه. بقول لك ايه لو سمحت، احنا اصلا ساكنين في العماره دي ومفيش حضانه. طب ما تعرفش فين حضرتك؟ في حضانه تقريبا في الشارع اللي جاي يمين. شكل. يلا يا زومبي. ايه ده؟ ايه ده يا ساره؟ انزل يا ابني انت من على الكنبه. ايه ده؟ ده المشروع بتاعك الجديد اس بي سي، سارة بيبي كير. انت يا ابني اللي بتشخبط على الحيطه هناك. بالراحة يا يوسف. مش انا قلت لك؟ ايه اللي حصل بس يا فندم؟ قول لي. الاستاذ بساله على اس بي سي راح متوهني. معلش يا فندم احنا متاسفين جدا كده يا يوسف. لا متاسفين جدا يا فندم، معلش انا اسف. حصل خير. انا والد نور هيثم محمود. اوكي ثانيه واحده بالظبط يا فندم. يوسف يا مين ده؟ ما ينفعش كده. والله يا فندم انا عايز اقول لك ان نور ابن حضرتك ده اذكى والطف ولد عندنا في الحضانه. هتفتي تاني؟ نور دي تبقى بنت. انا عايز اقول لك ان نور دي اذكى واشطر بنت عندنا في الحضانه، صح يا ساره؟ صح يا حبيبي. يلا حبيبتي. انا مش عايزه امشي، انا عايزه اقعد مع عمو لذيذ. لازم نروح ونشرب اللبن وننام بدري. ماشي، انا النهارده هشرب اللبن كله. ما شاء الله، خليها تحب اللبن، دي مغلباني. طيب دول ال 5000 جنيه مصاريف الشهر. ميرسي جدا يا فندم، شكرا نورتونا. باي باي يا نور، ما تاخريش بكره. باي باي. باي يا لذيذ. باي باي يا نور. باي باي. ايه التهزيق اللي انت مهزقه لنا ده؟ يوسف خد خد، تعالى اقول لك على حاجه. بقول لك تعالى بس هسالك سؤال ومش عايزه كسوف من غير ما نكسف. كسوف ايه؟ في ايه يا ساره؟ انت معاك فلوس؟ معايا فلوس. ايه عايزه كام؟ عايزه كام؟ انت اللي عايز كام؟ خده نفسك، خده واشتري كل اللي انت نفسك فيه. ايه ده؟ مش عاجبك ازود لك؟ خد دول كمان يا سيدي، هيز بقى. انت يا بنت، انت عشان اول يوم تمسكي، اول يوم ايه؟ دول اول 10 دقايق تمسكي فلوس، هتعملي ايه فيها؟ بتصرفي على البيت؟ امسكي يا اختي. انا داخل انام. متأكد؟ متأكد من ايه؟ بقول لك تعبان، عايز اخش اريح شويه. طب وهتطول؟ هنام يا ساره لحد ما اصحى لوحدي. ايه ده؟ وتجيني بعيد لسه خير بهوايا. انت قاعده معايا. انت بتعملي ايه؟ بعلم الاطفال الغنى على سريري. وايه الاغاني اللي انت بتعلمها لهم دي اصلا يا ساره؟ يا ساره. ايه ايه يا يوسف؟ في ايه؟ هو بعدين بقى في اللي بيحصل ده؟ انا عايز انام. بقول لك ايه، دي اول مره ينجح لي مشروع ومش هفرط فيه. وبعدين اعمل لك ايه؟ مفيش اماكن في الاوض التانيه. والله عموما
ده مبلغ بسيط تقدر تحجز بيه اي اوضه لنفسك في اي اوتيل لحد ما ضغط الشغل ده يهدى شويه. اطلعي بره، وقدامك 48 ساعه، لو شفت اي حد اقل من 18 سنه في البيت ده هطردكم كلكم بره. في ايه يا زومبا؟ وتجيني اتفضل القهوة بسرعة كده. بسرعة يا مو صلاح؟ ده انا بقالي ساعتين طالبها. ايه يوسف؟ ايه يوسف؟ ما تبقاش قاسي عليها كده، ده كفاية ان هي بسم الله ما شاء الله عليها منورة للشركة النهاردة وعاملة مشاريب وحاجات. زومبا انا عايز حاجة تفوقني. لا يا زومبا هو مش قصده كده، دي لبنى مراته هي اللي بتفوقه بالطريقة دي. بس ما بنقولش كده. انا زومبا انا قصدي عايز حاجة اشربها تفوقني. انت طفل؟ لا. ضيف؟ لا برضه. مريض؟ لا. اعمل لنفسك. ايه يا عم ده؟ ايه؟ معلش يا زومبا طيب عشان خاطر انا اعمل له قهوة. حاضر. وانت مش ناوي تلغي بقى الاوبشن ان هما ما بيسمعوش كلام انا بالذات ده؟ انا مالي يا عم، هما اللي مستهفقينك. بقولك ايه، الكلاينت بتصل، شكله وصل تحت. طب رد رد. عايزك تركز بقى في الشغلانة دي عشان ما تضيعش. ها؟ زومبا بقولك ايه، تعالي. ما تيجي ترتاحي كده وتبسطي كده، انت بتتعبيش؟ ما بتعبش. شيخ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، تحسدي نفسك. بقولك ايه، هو لذيذ فين؟ في البيت. هو كويس طيب؟ اه. طب بقولك يا زومبا، يعني كنت عايزه اخد رايك في حاجه، يعني مش احنا بنات زي بعض؟ لا زومبا ما تقوليش كده على نفسك، يعني لو على فرق السن يعني فانت كده كده مش باين عليكي وقمر. هاها عجبا. عسل عسل يا زومبا. بقول لك ايه، هو لذيذ مرتبط؟ يعني بتشوفيه بيتكلم في التليفون بالليل، بيكلم بنات، بيسهر في التليفون بالليل؟ اه. ايه؟ مع مين؟ مع الفايلات الخاصه بالعملاء الحاليين. زومبا ركزي معايا، مش قصدي كده. انا يعني بصراحه يعني كده حاسه يعني من ناحيته بحاجه حب. زومبا خضتيني، انت حركتيني جدا بجد. اه الصراحه حب، انا حاسه ان انا بحب لذيذ، بس هو يعني تفتكر ان هو مرتبط؟ اه. ايه؟ مرتبط بمين؟ يوسف. خساره. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ بيك اهلا بيك اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة. أنا عرفت من علاء إن حضرتك كنت مسافر ولسه واصل. الله يسلمك يا سيدي. أنا مش هاخد من وقته كتير لأن أنا عندي كذا ميتنج النهاردة ومشغول ومش فاضي يعني. أنا هخش في الموضوع مباشرة. اتفضل. أنا عشت في مصر فترة طويلة، بس جيت قلت ليه يا واد يا عمر ما تسافرش بره تعمل بيزنس؟ وانا نسيت اقول لكم ان انا بحب الاكل شويتين، دي لام شويتين، ثلاث شويات. المهم سافرت فتحت مطعم. المطعم نجح، بقى مطعمين، المطعمين بقوا ثلاثه، الثلاثه بقى اربعه. هو يعد لحد كام؟ لحد ما وصلوا 44 فرع حوالين العالم. اه بسم الله ما شاء الله. بس انا وقفت قلت فين مصر من نجاحك يا عمر؟ جيت مصر عشان اعمل بيزنس وفتحت مطعم، ولما كلمت حضرتك وقلت لك على المشكله بتاعتي قلت لي هشوف لك حل فيها. شوف يا مستر عمر، انا بعون اللي مفيش كلاينت بيجي لي هنا الشركه معاه مشكله الا لما بيبقى عندي فيجوال لحلها. فيجن يا حيوان. فيجن لحلها. الله الله. وانا اهم حاجه عندي في الشركه هنا يا فندم راحه الكلاينت. الله الله يا باشمهندس علاء. الله. بص يا استاذ عمر، انا اللي فهمته من الباشمهندس علاء ان مشاكل المطاعم بتاعت حضرتك بتتلخص في المواد اللي بتستهلكوها وفي الصلاحيه بتاعت انتهائها، مظبوط كده؟ مظبوط 100% يا باشمهندس. كله مدروس يا فندم. طيب انا بس قبل ما اكمل اشوف حضرتك تشرب ايه، لانك دخلت خطفتنا كده وانا ما سالتكش تشرب ايه. لا ملوش لازمه يا باشمهندس علاء، ملوش لازمه والله. مش قادر اشرب، مش قادر اشرب يعني. ما ينفعش. اتفضل تشوفوا زومبا. ايوه. ممكن تجيلي؟ هو ايه اللي مين؟ انا يوسف، تعاليلي بقولك. فين؟ ايه ده؟ ايه اللي فين؟ ابعت لها لوكيشن طيب ولا ايه؟ في المكتب يا زومبا، تعالي شوفي الضيف يشرب ايه بسرعه.
انا متاسف جدا، اصل هي لسه جديده، اول يوم ليها النهارده والله. ولا يهمك يا باشمهندس علاء، يعني مدام جديده مش موظفين جداد لسه بمرنهم يعني. عادي عادي، الحمد لله الحمد لله. طيب بص بقى يا مستر عمر، انا عملت لك ابلكيشن هيربط كل الفروع بتاعه مطعمك ببعض، هيتسجل فيها الاستهلاك والصلاحيه بتاعه كل المواد اللي بتستعمل في كل المطاعم، فلو في مطعم ماده معينه خلصت منه هيظهر لك نوتيفيكيشن، واي فرع المواد اللي فيه قربت صلاحيتها تنتهي هيطلع لك نوتيفيكيشن. وهنا بقى يبقى عندك حل من الاثنين، يا اما تبعت المواد دي على فرع تاني الاستهلاك فيه اعلى، يا اما يبقى عندك معلومه ان هي بتخلص. اعتقد كده مشكلتك محلوله. الله الله يا باشمهندس علاء، ايه الجمال ده؟ يعني ممكن اعرف كل استهلاكات المطاعم بتاعتي بالموبايل. طبعا يا فندم، امال ايه ولا ايه يا باشمهندس يوسف؟ صح. لا، وممكن اعمل لحضرتك حاجه تانيه كمان بقى، انا ممكن اربط لحضرتك الكاميرات اللي في الفروع كلها، فتقدر تشوف اي فرع على نفس الابلكيشن. ايه الجمال ده يا باشمهندس علاء، ده كتير كتير تشرب ايه؟ وجريت سندريلا من الحفلة ونسيت جزمتها هناك و... عمو، هو انت شايل تليفون في جيبك؟ الو. ايوه يا لذيذ، انا هدير. ايوه يا هدير، انا لذيذ. انا بطمن عليك بس، هو انت فين؟ في بيت يوسف. بيت يوسف؟ بتعمل ايه بقى في بيت يوسف؟ بساعد سارة. لذيذ، هو انت في حد في حياتك؟ يوسف وسارة وزومبا ومرفت. قصدي يعني بتحب حد غير يوسف وعيلته؟ آه، يوسف الشريف. أكيد مش قصدي فنان. يوسف الشريف مش فنان، يوسف الشريف روبوت واسمه زين. يا ابني افهم، أنا قصدي يعني إن أنت كبني آدم يعني بتحس وعندك مشاعر وأحاسيس وكده، أنت مش بني آدم زينا يعني ولا إيه؟ أنا مش اقفل يا لذيذ وشوف شغلك. أوكي. ايه اللي تزوق دي؟ بس هو يعني كان بيقول انا مش، اكيد كان قصدي يقول لي انا مش مرتبط، انا مش في حد في حياتي. مش بعيد حبيبتي عنك. تشرب ايه؟ هو هو الناحية التانية، الناحية التانية يا زومبا. تشرب ايه؟ لا لا لا، مش هو 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 ده اللي عايز يشرب. لا لا، ما تخافش ما تخافش، هي قصدها عليك انت. تشرب ايه؟ شكرا، مش عايز اشرب حاجه. نعم مستر عمر، بس ما تزعلهاش، حضرتك شايف يعني. قهوه. اظبط لها اظبط لها الباروكه عشان كده الكاميرات مش هتلقط، هتخبط وهي ماشيه. نور استاذ عمر. قهوه بسرعه لمستر عمر يا زومبا. حاضر. لا لا لا، بلاش بسرعه بلاش بسرعه. طب بالراحه بالراحه، قهوه ببطء قهوه ببطء قهوه ببطء. حقك عليا انا. بالنسبه بقى لموضوع العقود، احنا عندنا نظامين يا جماعه. يا باشمهندس علاء، أنا عايز أعترف لك بحاجة، أنا لا مشغول ولا عندي ميتنج ولا حاجة، أنا عايز أنزل بسرعة لأني جعان وحشني الأكل المصري، عايز أدور على محل كده فيه أكل مصري وجعان. طب يا فندم، حضرتك تدور على محل فيه أكل مصري وتغرب نفسك ليه حضرتك؟ حضرتك عارف أكل المطاعم، ننزل بايت وحاجات، حضرتك أدرى يعني. ما بيت باشمهندس يوسف موجود. أه والله، ده مدام سارة مراته بتعمل طاجن ملوخية يستاهل بقى حضرتك والله. مدام سارة مين؟ ايه، ما بتعرفش تعمل ملوخية؟ ما بتعرفش تعمل حاجة. يا نهار اسود. اي لاف طشة. أنا بحب الملوخية. نفسي آكل أكل مصري. تمام، إحنا نشوف موضوع العقود وبعدين بقى نحل قصة الطشة دي. طب طب ليه ليه ليه؟ ما نعزم مستر عمر عند حضرتك في البيت وبعد كده نشوف موضوع العقود بعد ما ناكل. نعزم مستر عمر وناكل ونشوف العقود. تمام، تنورنا يا فندم، تنورنا. سوبر هيروز؟ انت سوبرمان وانا باتمان. غلط، انا لذيذ وانت آسر خالد ايهاب. لا، انا باتمان. آسر خالد ايهاب. انا باتمان، بقى انا باتمان على فكرة. آسر خالد ايهاب. باتمان على فكرة، باتمان. ما شاء الله ما شاء الله، ايه كم الاولاد والمراجيح دي، انتوا لسه صغيرين. لا، ده احنا لسه متجوزين قريب. متجوزين قريب وعندكم الهيصه دي كلها؟ مال بعد 5 سنين لا مؤاخذه حاجه الاقي حضانه؟ ما هي حضانه، المدام عامله مشروع زي حضانه كده صغيره ان شاء الله ربنا يوفقها. بس بقول لك ايه، سيبك انت بقى من الكلام ده، عاملين لك شويه اكل هتاكل صوابعك وراهم. يا جماعه بلاش التعب ده. ازاي بس؟ ده حضرتك ضيف عندنا. عامله ايه يا زومبا؟ سخنه. سخنه؟
ايوه ايه الاكله السخنه دي؟ انا بحب الاكل سخن. ثانيه يا يوسف، انا هتصرف. المنيو ايه النهارده يا زومبا؟ المنيو النهارده. هي هترد النهارده ولا ايه النظام؟ المنيو النهارده محشي. هغرف. استنى، ما تغرفلوش. ليه خليها تغرف لي؟ انا بحب المحشي، اغرفي لي محشي. معلش خليني هو حضرتك ضيف، ده حضرتك صاحب بيت. انا عايزك بعد كده تنزل مصر، تيجي على بيت يوسف، تفتح الباب، تدخل على التلاجة، تفتح وتاكل من اللي موجود زيك زينا بالظبط. التلاجة فيها علب سيريلاك، اكياس كاتشب، نص ليمونه بايظه. خلاص يا جماعه، خلاص يكفي استقبالكم الجميل، بلاها اكل. الباب بيخبط، انا بقى هروح افتح الباب. يلا يا زومبا تعالي معايا. يلا. هو كان ماله المحشي يا مدام؟ بعد اذن حضرتك ممكن اسر؟ حالا يا فندم، لذيذ بيجيبه. انا مدمن على فكره، انا مدمن. غلط، انت اسر خالد ايهاب. آسر خالد إيهاب. إيه يا لذيذ يا حبيبي، في إيه؟ ما تسيبه يبقى باتمان. غلط، دي جريمة وانتحال شخصية. ممكن آسر خالد إيهاب يروح الأحداث. يا حبيبي ده طفل وبيلعب. معلش يا حبيبي، أنت باتمان يا حبيبي. معلش، إحنا آسفين يا فندم جدا. حصل خير، مفيش مشكلة. باي باي. باي باي يا آسر خالد إيهاب. أهلا وسهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا بيكي، ممكن مالك بليز؟ حالا. وحضراتكم؟ أستاذة زومبا بتجيبهم من جوه. تمام، اوكي، يلا لازم نجيب مالك. يلا اوكي. اتفضلي. ده مش ابني ولا ده ابني. ده ابنك. انت هتعرف اكتر مني. ابنك اسمه ايه؟ كريم. اسمك ايه؟ يبقى ابنك. هو اي كريم وخلاص؟ ايه الاستهتار ده؟ هو انتوا بتدوا اي حد لاي حد؟ اه. وكمان بتقولي اه؟ اه. ده انا هخرب بيتكو. في ايه بس يا فندم؟ حبيبتي ايه زومبا؟ هاتي مالك بعد اذنك. اتاكدي بقى ان هو ابنك، عشان واضح هنا ان هما بيدوا اي حد لاي حد. فين ابني لو سمحتي؟ اول واخر مره اجيب ابني هنا. وانا كمان طبعا. وانا كمان. ليه بس يا فندم؟ ما انت خدت ابنك صح اهو. في ايه؟ مشروع باظ. والله انا عازم حضرتك النهارده عشان الاكل، بس انت اللي مصر نمضي بقى. يا راجل امضي، ده انتوا عندكم اكل احلى من الاكل في المطعم بتاعي. حضرتك امضي كمان بقى. كمان يا سيدي. وهنا كمان يا سيدي. الف مبروك في القلم ده حضرتك. ده بتاعي. صباح الخير يا زومبا. صباح النور. ايه ده؟ التلاجة ما فيهاش غير عصاير، فين الاكل؟ مخبيينه منك. هما مين دول بقى اللي مخبيينه؟ يوسف وسارة. ومخبيينه ليه بقى ان شاء الله؟ عشان نصه بتاكليه والباقي بتلفيه وتاخديه. تمام يا سارة، تمام قوي. ومخبيينه فين بقى؟ قالوا لي ما اقولش لحد. وقالوا لك ما تقوليش لحد ان هو فين؟ هنا في الدولاب وراكي. تمام، شكرا قوي يا زومبا. هو ده كل الاكل صح؟ اللحمه في الدولاب اللي بعده. تمام، امال فين الفراخ؟ انتي كلتيها كلها امبارح. مش مشكله، كده كده زياد ما بيحبش الفراخ. ما تقوليش بقى لحد ان انا خدت حاجه. ده سر. ده سر. الو جو، قال لي شوف لي الزفت ده فين. انت فين يوسف؟ قول له عنده ظروف. قول له صحي وعنده مشوار بس وجاي على الصبح يعني. خالتي قول له خالتي ولدت بعد عنك، جابت ادم فبقت عم. انت كده ما بقتش عم، انت كده بقيت ابن خالته. ما هي خالتي دي في مقام اخويا. قول له بس كده،
لذيذ. انا بركن وداخل عليك. يلا يا سلام يا حبيبي. سلام. اخذت الاكل كله؟ كله. واللحمه؟ كلها. طب روحي انت يا زومبا كملي اللي انت بتعمليه. اوعي تقولي لها ان انت قلتي لي حاجه. ها ده سر. ده سر. اسمعتي بقى بقول لك مش هسيب الفقره دي ليه؟ اسمعتي. وبعدين بقى ايه الدوشه اللي بقينا عايشين فيها على طول كده؟ ايه السكان الجداد دول فظاع؟ مش عارفه والله يا ست ميرفت، انا عايزه اتقص بس خايفه. خايفه من ايه انت كمان؟ هيعملوا لك ايه يعني؟ هيذبحوكي؟ بقول لك مش هسيبك وديني لا تذبحي النهارده. هتهربي مني على فين يا حلو؟ امسك معايا لو طلعها معايا التليفون. ايوه كده. ايوه اربط معايا بس خلاص. وبقى حلوه فوتو هيل نضف بقى وعبي في كيس صمت. اوعى حد ياخد. البطل شجاع كالاسد. كالاسد؟ ايوه كالاسد. كالاسد ليه؟ هو كان جعان؟ ما كلش الاسد. مش انت اللي بتقول كده؟ انا بقول البطل شجاع كالاسد. اهو بتقول البطل شجاع وكالاسد. لا انا قلت البطل شجاع كالاسد. اول مره اشوف بني ادم بياكل اسد. مفيش بني ادم بياكل اسد. مش انت اللي بتقول البطل شجاع كالاسد؟ ايوه. كلو ازاي بقى؟ ما كلوش. هتقعد تشرح له كده لحد ما بطاريتك تفصل ومش هيفهم برضه. يا ابني الشجاعه دي الواحد بيتولد بيها ما بتعلمهاش. يعني تبقى زي كده ما تخافش من حد، ما تخافش من حاجه، ما تخليش حد يعلم عليك. لو جه واحد وقام عامل لك كده لا ما تخافش بقى. امال انا بقول ايه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ حاضر. والله ولا انت فاهم حاجه ولا نيله. كملوا. البطل شجاع كالاسد. صباح الخير يا جيجي. صباح النور. ايه يعني جايه بدري النهارده؟ مفيش، لقيت نفسي صاحيه بدري النهارده، قلت بقى اما اجي اروق لكم المطبخ شويه. تعبينك معانا يا جيجي والله. امال ايه الحاجات دي؟ دي شويه حاجات كده لقيتها منتهيه الصلاحيه، فقلت بقى اما اخدها ارميها بره يعني، انتوا عارفين علشان. لا تعالي ثانيه بس كده، عايزه تشيك على موضوع الصلاحيه ده عشان الضابط لذيذ ان هو يبص على صلاحيه كل الحاجات دي. صلاحيتها 2025. طب واحنا سنه كام؟ 2020. يا جماعه والله العظيم بجد دوشه الواد مخلياني مش مركزه ولا فايقه لنفسي. بصوا بقى انا روقت لكم مطبخ على قد ما اقدر، هروح انا بقى. تعالي بس ثانيه عشان شفت حاجه كده. يخرب بيتك. وطقم الكوبايات ده كمان صلاحيته منتهيه؟ وريني كده. لا ده بالغلط ده. طب بقول لك ايه، خلينا تشيك انا على صلاحيه الحاجات دي. ايه ده؟ في ايه؟ تعالي. الله يخرب بيتك. الحق يا يوسف، في جريمه قتل في العماره. يوسف ليه؟ ما تخليني انا وانت هنا احسن. ليه؟ على الاقل دول روبوتس، لو حصل لهم حاجه يتصلحوا، انما انا اخاف يحصل لنا حاجه. هحميكي. تحميني ايه بس بالشبشب ده؟ واحنا طالعين نقتل صرصار. خليكي انت هنا يا جبانه، الحاجات دي اصلا بتاعت الرجاله، انا هطلع انا ولذيذ، وانا كده كده معايا العصايه، انت معاك ايه؟ سندوتشات سوسيس عشان لما تجوع. ده لما ابقى طالع لك من البسين يا حبيبي، احنا طالعين لمجرم. انا بسالك معاك سلاح ايه؟ سلاحي الحوار المتحضر، هحاربهم بالحكمه. هو ده اللي هيخلص الموضوع؟ ده هيطلع يديهم درس في الاخلاق. زومبا لو حصل لنا اي مشكله وسمعت كلمه الحقونا هتطلع تلحقينا على طول، فاهمه؟ حاضر. تفتكري هيحصل فيهم ايه؟ هيتضربوا طبعا. هم مين يا بنت اللي هيتضربوا؟ ايه؟ المجرمين اللي فوق، الباشمهندس يوسف واللي معاه هيطحنوه. طبعا. ربنا يستر. لا مش خايف، انا بقول لك انت ترمي الجرس عشان انا ببقى مستعد اللي هيطلع. ماشي، ما انت ممكن انت اللي ترمي الجرس وانا برضه هبقى مستعد اللي هيطلع. يا سارة رن انت عشان لما حد يفتح الباب عمان ضربه على دماغه كده تشو. يا سلام، طب ما ترن انت وانا اللي هيفتح الباب برضه هتضربه على دماغه تشو. مش كنا طلعنا انا وانت احسن؟ انا فاهمه قصدك كويس. انت قصدك ان احنا نطلع نخلص المجرمين دول من ايدين يوسف. عندك حق، ده ابني وانا عارفاه كويس ما شاء الله عليه، بس هو لما بيتعصب بيتهور بالجامد. انت هتقولي لي الباشمهندس يوسف يعني لما بيتعصب بيتهور وبيبهدل الدنيا؟ يا ساره انا راجل وضربتي اجمد، بتسمعي الكلام وانت لازم تجادلي في كل حاجه. هو انت ما تفكرش غير في نفسك؟ هو في ايه يعني؟ افكر في نفسي يا ابني؟ ده انت دلوقتي بتتكلمي فيها.
ايه ده في ايه؟ استاذ موجود؟ مين؟ إيه الاستاذ صاحب الشقه. اه المعلم موجود، اتفضلوا اتفضلوا. إيه لا 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 لا، إيه المره الجايه ان شاء الله، احنا اجران كل في الارض يعني، وكنا طالعين بالصدفه كده فقلنا نيجي نبركلكوا على الشقه. يلا فرصه سعيده جدا. لا 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 مره ثانيه انتوا لازم تدخل يا معلم، سيب اللي بتعمله واغسل ايدك وتعالى عندنا ضيوف. يغسل ايده من ايه؟ يلا يا اهل وصلت لنا الف بركه. هغسل ايديها من الدم واكله مره. يا ابني انت وهو ربطوا لك يا سعيد، بدل ما انتوا ماشيين عمالين تخروا كده وفضحتونا. الله لا براحتهم، احنا هنمسح وراهم هنمسح وراهم. تعالى يا حبيبتي اتفضلي. خلاص روحي بقى يا ساره، انتوا ستات مع بعض. تروحي فين انت؟ هتسيبني؟ تعالى بقول لك. بتقول لك اتفضلي. بقول لك تعالى. تعالى اتفضلوا. اهلا وسهلا منورين. طب تفتكري نطلع نخلصهم من ايديه ولا نسيبه يربيهم؟ لا طبعا لازم يتربوا، احنا بس اول ما نسمع يعني صوت ضرب فوق نطلع نلحقه. مين يا بنت اللي نلحقه؟ نلحقه قبل ما يموت حد في ايده. قولي كده. لا ابني ما شاء الله عليه، انا عارفاه كويس، بس هو بيعرف يتحكم في اعصابه كويس قوي، يتنرفز يزعق انما يستغل قوته في انه يفتري على حد لا يمكن ابدا، هو هيشد ودنهم بس. طبعا انت هتقولي لي. انا متخيله دلوقتي يوسف ابني ضرب الباب برجله ودخل عليهم وقعهم كلهم على الارض وعلمهم الادب. منورين. ده بنور حضرتك. شكرا ميرسي. معلش اصل المعلم كان في ايده حته شغلانه كده معصلجه شويتين، بس هو خلص خلاص وبيعقم العده وبيغسل ايده وتنه جاي على طول. طب ما دام هو بقى مش فاضي انا هسيب لك ساره وهنزل عشان اطمن ماما عشان زمانها قلقت. لا 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 ماما ايه، اقعد احنا هنتغدى سوا. لا والله احنا يا دوبك بس نقوم اصل الغدا على النار والله. لا ما فيش يا دوبك، ده انتوا اول مره تزورونا. واخر مره ان شاء الله. ايه المره الجايه تقول لنا انتوا بقى تنورونا تحت. يا اهلا يا اهلا، لا مؤاخذه اصل كان في ايدي حته ذبيحه كده بس خلصتها. ده المعلم رضا اكبر جزار في البلد، جوزي. تسلمي لي يا ست الناس، مش كفايه حلاوه بقى الا جزة. اموت انا في الحواجب الفلوماست. ايه القرف ده؟ بقول لك ايه، سمعاني كده صوت الحنطور. ما شاء الله. الحقونا بكوبايتين الشاي. انت بتعملي ايه؟ بنقذ ساره. خرابي، ايه ده ايه ده؟ انا هشرح لحضرتك يا معلم. طب الحمد لله انهم طلعوا جزارين، بس ما دام كده بقى كان المفروض تتناقشوا معاهم وتفهموهم انهم يبطلوا القرف اللي بيعملوه ده. ما ادوناش فرصه يا طنط والله. طب هم دول لحمتهم حلوه ولا مدهنين؟ هي دي بقى مشكلتك دلوقتي. استغفر الله العظيم. وانت بقى ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ اللي مزعلني الراجل البلطجي اللي فوق ده خد زومبا يا ماما. يوسف انت لازم عشان خاطري ترجع لي زومبا. لا مش عشان خاطرك، هو انا لازم ارجعها عشان هي لو ما رجعتش انا اللي بيتها هيتخرب. جرى ايه يا يوسف؟ هو انت لسه فيك الداء البايخ ده؟ على طول بتضيع حاجتك كده؟ فاكر من وانت صغير كل مره ترجع من المدرسه لازم تكون مضيع حاجه، مره القلم مره الكراسه مره الزمزميه. ماما ممكن ملوش لازمه الكلام ده، لو سمحتي واطلعي انت بيتك وانا هعرف اتصرف مع الناس دول. اسمها انت برضو. حضرتك اطلعي بيتك وانا عارف انا هجيب مين يتصرف مع الناس دول. عارفه انت عارف انا جايبك ليه؟ عشان انا سمارت وكينج المارشال ارت، وانا اللي هعرف اتعامل مع الناس الزباله اللي فوق. لا اعرف انا جايبك عشان انت زباله زي الناس اللي فوق. ربنا يحفظك. الخطه كالاتي، هتاخد لذيذ وهتطلع وانا وساره هنستنى هنا، لو لا قدر الله حصل حاجه لذيذ هنعرف نصلحه ومفيش مشكله. طب وانا؟ لا انت مش مهم. ده العشم برضه. ساره حفظت لذيذ دوره؟ ما تقلقش. لذيذ انت ايه؟ روبوت. لا مش قصدي كده، قصدي انت عامل شخصيه ايه؟ رجل بلطجي. انا خذلتك كتير يا باشمهندس، والله ما لك الحمد، انت اول مره تبعت لي في حاجه انا فاهم فيها ودي حتتي وملعبي. ما تعيطيش يا مدام، انا عايزكم تقعدوا تريحوا وتشربوا عصير كمان، واللي فوق ده هو اللي هيزعل، والبيت ده مش هينام زعلان النهارده. اوعوا ليه يا جامده؟ الشقه ما فيهاش راجل، الشقه ما شافتش رجاله. لا يا يوسف، هي وصلت للدرجه دي؟ احنا لازم نبلغ البوليس. نبلغ البوليس نقول لهم ان شاء الله ان البيت طلع يتهجم على الناس في بيوتها. ولا طلعت بدماغي؟ مش انت اللي قلت اطلع؟ ارجع يالا. ولما انت حمى كده امال ايه الشلفاطه اللي في وشك دي؟ اللي حصل بقى يا باشمهندس،
ده لسه الباب بيتفتح وبشتم اول شتيمه. الشقه ما شافتش رجاله. انا مش قلتلك مليون مره ما تفتحيش الباب بالبندانة عشان انا غيور بطبعي؟ معلش يا معلم النبادي. انت مين ياض انت هو عايزين ايه؟ احنا اللي جايين نعلمك الذوق والادب والاخلاق والتربيه اللي ابوك وامك معلم. طب حاسب بقى الحروف اللي بتقع منك احسن حرف ينط في وشي. معلمهولكش. ما شاء الله. والكتكوت الفصيحه بسرعه بديها ده بقى اسمه ايه؟ لذيذ. لذيذ وجاي تعمل ايه بقى لذيذ؟ رجل بلطجي. رجل بلطجي لا دور حلو. والدور ده بقى كاستنج ولا ترشيح مخرج؟ ساره شرحت لي البلطجه. ساره شرحت البلطجه؟ يبقى انا بقى اشرح لكم التشريح. رجاله لحظه من فضلك، ان النصر الناتج عن العنف مساوي للهزيمه من اقوال الرائع المهاتما غاندي. غاندي؟ انا مفيش غاندي الكلام ده. بقول لكم يا رجاله، الفويس اوفر ده ريش وابو دهنه ده يبقى حلو في المفروض. حلال الله اكبر يا حبيبي، ده حاربهم بالحكمه فعلا. وهم حاربونا بالسنج وكذلك يا باشمهندس. طب ما شفتش دومبا؟ ما لمحتهاش. طب مش مشكله، مش مشكله اللي حصل لك ده، فده لذيذ. المهم ان انت حافظت عليه. ايه اللي حافظ عليه؟ ده اخ، ده اخ يا باشمهندس. طب هو فين؟ المعلم خده. خد مين يالا يا هفا انت؟ في ايه؟ في ايه يا باشمهندس؟ ضربني وعلم عليا وخد مني لذيذ، زي ما علم عليك وخد منك زومبا، اظن كده خالصين. ايوه صح، انا كنت فوق يا جماعه وشفته وهو بيتضرب، بصراحه المعلم هزقه جامد قوي. الله يبارك لك. وانت كنت بتعملي ايه فوق؟ اصل انت مش متخيله، انا اكتشفت ان اسعارهم ارخص اسعار في مصر، فقلت اطلع اجيب حتتين انتركوت كده نجربهم كلنا. دوتي سجق تحفه. ده لحمي. طب بصوا بقى، الناس دي مش هينفع معاها الادب، ومش هينفع معاها العينه الهفق دي. انا اللي هتصرف مع الناس دي. بعد اذن حضرتك يا معلم، انا عايز الروبوتس بتوعي. كان على عيني والله يا باشمهندس. يا معلم مش عافيه هي. لا عافيه هي. انت ليه بتقطم كده على طول يا معلم؟ ده حتى الكلام ستر وغطا. اسمها الكلام اخد وعطا. هو ايه اي حاجه على نفس الوزن وخلاص؟ انت بتملى بعدين. خلاص انا اتعودت عليهم، دول بيعملوا كل حاجه في البيت. يا معلم ما ربنا يخلي لك المعلمه بتعمل لك كل اللي انت نفسك فيه. اسكت، مش طلقتها. هو يعني ينفع تحتفظ بالتليفون ابو قرص في زمن الواي فاي؟ لوجيك. بعدين يا باشمهندس انت شاب بسم الله ما شاء الله، ذكي واعد. ربنا يخليك. اعمل غيرهم. اعمل غيرهم يا معلم؟ هي كيكه برتقال. انا شغال على الروبوتس دي بقالي سنين وانت عارف ان هم بتوعي. اثبت. دي بتوقيت القاهرة ودي بتوقيت المذبح. يا معلم، يا معلم انا ما خلصتش الشغل على الروبوتس دي، وليهم طريقة معاملة معينة مش أي حد يعرف يستخدمه. اتفضل. شكرا يا زومبا. للمعلم. يا حياتي. في روبوت ملبن كده، جوسي يا ناس جوسي. تسلم يا أبو الغوالي. روح أنت يا زوزة شوفي شغلك. أبو الغوالي وزوزة؟ زوزة. دي أحلى سوفت وير شفته في حياتي. انا عمري ما شفت حلاوه كده. ايه اللي انت عملته فيها ده؟ شفت سستمتها ازاي؟ سستمتها؟ انت كده فيرستها. فين لذيذ؟ بيذبح. يا نفشي اسرار المنزل. روح انت يا زوزه شوفي شغل. حاضر. دي ما بقتش بتهنج. على مالك يا زوزه اللي وقع منك دات؟ على مالك يا حبيبتي. اطمن يا باشمهندس، زوزه ولذيذ في عينيها الاتنين من جوه. دول عايشين عيشه ولا عيشه الفور سيزون. بعدين لو عايز تشوفهم في اي وقت اتفضل، ليك يوم في الاسبوع تزورهم زياره، تشوفهم وتطمن عليهم. يا معلم انت ليه محسسني انك طلقتي وهتخليني اشوف عيالي مره كل اسبوع؟ طب ما تخليش بقى الموضوع يخش في سكه عند واحرمك من رؤيتهم. انا اهم حاجه عندي الاولاد، هم عايزين يقعدوا معايا. هم ولا بيعوزوا ولا بيتنيلوا اساسا، هم بينفذوا بس. استنى اثبت لك. يا معلم لذيذ. أوامرك يا سيدي المعلمين. قول لي يا حبيبي، تحب تعيش معايا هنا؟ أوكي. لذيذ كده كده بيقول أوكي على أي حاجة. لذيذ، تحب تعيش معايا؟ لا. شكلك وحش كبسة. أنست وشرفت يا باشمهندس. الزيارة انتهت.
ايوه ايوه بالراحه على الميكانيزم بقى. اه لا الشك حلوه بس الشك صعبه شويه. ايوه فليكسبل بقى، سيبي نفسك مع المزيكا. ليه العنف ده بالراحه؟ قطع الغير غاليه ومش موجوده، نقعد ندوخ عليها بقى. اتفضل. زيد فضلك يا حبيبي. ما بتقولش. اسحب. ما بتسحبش. اسخنها لك. سخن يا حبيبي سخن. وانت يا زوزة ما تيجي معمل لك سكان. انا سكان علي افضل معاك العمر كله. قرب. 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 ما تقربيلوش يا زومبي، ما تسخنلوش يا لذيذ. يوسف يوسف ترقصيلوش، ما ترقصيلوش. ما رقصش لمين؟ ايه؟ لا لا ولا حاجة ولا حاجة. ده انا بقى انا نايم بقالي قد ايه؟ مفيش، انت يعني يا دوبك طردتني، قصدي يعني خرجت وسبت لك الأوضة ورجعت لقيتك نايم. يا ريتني ما نمت، انت مش متخيلة المعلم عمالي في لذيذ وزومبي فوق يا سارة. انا هطلع له تاني. لو النبي يوسف ما تطلعلوش لوحدك. ليه؟ لحسن تتخذ انت كمان المره دي. ايه؟ ايوه صح، انا مش هينفع اطلع له لوحدي فعلا. بص بقى يا معلم، انا لقيت لك حل ما يترفضش. هاخد منك زومبا ولذيذ وهديك روبوت احسن منهم 100 مره. ايه رايك؟ ديل؟ وده بقى احدث في امكانياته بتاع ايه؟ ايه ده احدث بكتير وبطاريته بتقعد اطول ويعمل لك كل اللي انت نفسك فيه. واسمك ايه بقى؟ ده ريبوت لذيذ برو ماكس اس بلس. اه ده بطلق كاميرات اربعة. وبتعمل ايه بقى لذيذ برو فاكس اخس بلس اللي تؤمر بيه؟ خده بقى جربه 3 ايام ولو ما عجبكش بحق عرب. حق عرب؟ لكش دعوة انت بالكلام ده باش مهندس، انا هاخده اجربه لو ما عجبنيش هرجعهولك. او ارميه. ايه اللي ارميه؟ لا يا باشمهندس، انت عارف الروبوتات دي قبول، والواد ده مش لاقط معاه شبكه، خلوهولك. ازاي بس يا معلم؟ ده جديد، خده انت وادينا انا التانيين المستعملين دول. انت امتك برضك مستعمل يا باشمهندس؟ خليلك انت الجديد. يا معلم انا مش عايز الجديد. مش عايز الجديد اكيد؟ لا يا معلم مش عايزه. از يو نايك. لا طبعا يا يوسف، انت بتقنعني بايه؟ مش كفايه عليا اتاخد منك؟ يا ساره اسمعي مني بس، الواد زياد ده اكتر واحد مناسب ان احنا نبعته للمعلم دلوقتي. ازاي بقى ان شاء الله؟ والله لو عجبه الديل ووافق يبدل يبقى ساعتها ضربنا عصفورين بحجر، اولا رجعنا الروبوتس وثانيا خلصنا من زياد. انما بقى لو طمع وخده زي ما خد اللي قبله يبقى كده خاطف طفل يا حبيبتي، نقوم مبلغين البوليس ونوديه في داهيه. انا بس مشكلتي ان ساعتها لذيذ وزومبا هيبقوا فوق، فلو البوليس جه هيقبضوا عليهم معاه. وعلاء؟ لا علاء مش مهم. طب افرض بقى خطتك دي كمان فشلت، هتبعتنا انا بقى ولا ايه؟ بص يا ساره، هو انا بصراحه كنت شايل الكارت اخير، بس لو انت عندك استعداد تجربي نجرب. يعني ايه ما ينفعش ترجعها يا معلم لذيذ؟ بقول لك اللحمه بقى لها 4 ساعات على النار مش بتستوي. لحمه ايه دي؟ لحمه حمير. انا قلت لك لحمه تحمير. هو في حد بيشتري لحمه حمير؟ الموجود لحمة حمير. معلش يا معلم لذيذ، اللحمة دي هترجع. ممنوع، المعلم قال لي هذبحك. مع السلامة. انت بتقفل السكة في وشي؟ هو انت بتكلمي مين؟ ده المعلم لذيذ باع لي لحمة حمير ومش راضي يرجعها لي. وريني كده. مرحبا بكم في الخط الساخن لجزارة المعلم رضا. للطلبات اضغط 1، للحوم البلدي اضغط 1، للكلاب البلدي اضغط 2، للحمير البلدي اضغط 3. انا هغير صوتي عشان ما يفضحناش الغبي ده. لضمان مستوى اللحمة يرجى العلم بأن المكالمة قد تكون مسجلة. الو. الو. لو سمحت كنت عايز اعمل اوردر. اتفضل يا جو. انا مش جو. انت جو. طب ممكن اعمل اوردر وتوصله لي بعد ما المعلم ينام انت وزومبا؟ زومبا مين؟ زوزة، قصدي زوزة. اوكي قول الاوردر يا جو. يا باشا دي اللحمة زي الفل. الله، طب ثانية واحدة اجيب الباور بانك بتاعي.
يا باشا حضرتك مش فاهم، ده كان سوء تفاهم. يا يوسف تولعي في شعري ولا حاجه؟ انا اصلا تعبانه قوي بجد وجنبي وجعني. سلامتك. الله يسلمك. الو اكتر بتاع ده مش سامع حاجه. حاضر. الو اهلا. ايوه انا اللي بعت الايميل. بجد؟ طب ده امتى ده؟ طيب اوكي شكرا قوي بجد، باي باي. زومبا روحي بسرعه هاتيلي مسكن وخلصي شعري عشان لازم ننزل نروح كاستنج فيلم. حاضر. لا ارجعي مش عايزه منك حاجه، خلاص خلصي شعري عشان نلحق ننزل. حاضر. ايوه مش فاهم عمل ايه لذيذ يعني. لا ما هو المشكله ان هو ما عملش. اقول لك بقى من الاخر عشان نخلص. ايه؟ وبيني وبينك ماشي لذيذ بيموت فيكي من الاخر. ما تهزرش بقى يا جو بقى، اوعى تكون بتهزر معايا. انا مش هتهزري انت معايا. انا اسفه، انا اسفه، انا المفاجاه بتوترني برضه. ده ايه ده؟ انا كنت حاسه برضه، انا كنت حاسه ان هو بيحبني والله العظيم، ويعني صحابي بيعكسني ويقول لي كلام حلو، حتى خلاني اكلم مامته من يومين. مامته؟ والله ست طيبه قوي. قوي. ايوه قالت لي عايز اشوفك قريب وكده، وقلت ان شاء الله يا طنط. بس انا عندي معاه مشكله وحيده، هو ما بيتكلمش الا لو نكشته، غير كده بيبقى واقف زي الحديده. هي دي المشكله؟ ايوه. بيتقل عليكي يا عبيطه، ده انا بقول عليك انت يا هدير بالذات هتبقي فاهمه حركات الرجاله دي. انا قلت كده برضو. بس بمناسبه موضوع الرجاله ده، فمره قال لي ان هو مش راجل، والموضوع ده الصراحه مقلق وقلقني. هو قال لك انه مش راجل؟ وقلقت جدا. لا يا هدير، ده هو تلاقيه قصده يعني عشان هو عنده كوميتمنت ايشوز. اصل لذيذ ده كان بلاي بوي جامد، خدي بالك زمان. بوي؟ كوميتمنت ايشوز اللي هو انا مش راجل يا هدير، انا مش جدع، انا مش هعرف اتحمل مسؤوليه بيت وافتح بيت، عارفه الحاجات دي؟ عايز يخلع يعني. يخلع؟ ده كان قاعد مكانك هنا وقال لي انا مش مصدق ان هدير وقعتني كده يا جو. والله يعني يا باشمهندس انا اجتهدت. انت عارف ربنا ما يضيعش مجهود حد. انا مش قايل لك ما تاخديش عليا يا بنت انت. انا اسفه، انا اسفه حضرتك، بس المفاجات اللي عمال تقولها لي بترهبني. طب بصي بقى. انت ليكي عندي نصيحة واحدة. الراجل مننا واللي زي لذيذ ده بالذات لازم يحس ان انت ممكن تطيري منه، لازم يحس بالخطر عشان يتحرك وياخد خطوة، فاهماني؟ هعمل ايه يعني؟ لا يا هدير ما هو انا مش أسامة منير بقى عشان اقعد اقول لك تعملي ايه؟ ما هو حضرتك راجل وهتفيدني برضه. ما تفكري يا حبيبتي شوية، فكري فكري. يعني مثلا شوفي أكتر راجل جن في الشركة وتدلعي عليه قدام. لقيته. طب اتفضلي اطلعي بره بقى عشان جالي تليفون. الو ايه يا ساره؟ ايه ايه ايه؟ لا بالراحه بس. اسمع مني بس، الفكره دي لو ضربت هيجي لنا فلوس قد كده. تمثيل ايه يا ساره بس؟ انا عارفك بقالي 20 سنه عمرك ما جبتي لي سيره التمثيل دي. ومين قال لك بس ان انا اللي همثل؟ زومبا هي اللي هتمثل. زومبا ايه اللي تمثل؟ دي بتهنج وهي بتتكلم. يا حبيبي انا جربتها وطلعت ممثله شاطره قوي. يا يوسف ده فيلم اجنبي كبير قوي بيتصور هنا في مصر، ولو عملناه هنكسب فلوس قد كده وبالدولار كمان، وساعتها بقى هنحل مشاكلنا كلها. كمان اجنبي؟ ساره انت عملتي مشاريع كتير وقليل، بس المره دي بجد قلشت منك قوي بقى. يا سيدي ما تسيبنا نجرب. يعني هو انت شايفني مضيت الفيلم ده حاله حته كاستنج؟ بقول لك ايه، اعملي اللي انت عايزاه. سلام بقى عشان عندي اجتماع مهم. باي باي. بقولك يا لذيذ، انا بنزل لعبه كده وما عنديش مساحه، فابعت لك شويه داتا سايبهم عندك ماشي، بس تقولش يوسف والنبي. اوكي. هاي. اهلا. شكلك حلو قوي النهارده يا باشمهندس لولو. انا لسه في بدله بتاعت امبارح هدير، بعدين ايه لولو دي؟ يمكن قوه البرفيوم بتاعك هي اللي شدتني ليك النهارده. لا والله دي انا ما بحطش برفيوم، انا بحط بتاع بوبيليا ده، مش عارف ده اللي انت شماه ولا لا.
يمكن قوة شخصيتك اللي شداني ليك النهاردة. قوة شخصيتي؟ هذه أنا لسه يوسف مهزقني قدامك حالا. يا أخي عكسني. لغيني. قولي الميك اب بتاعك تحفه النهارده، قولي اي حاجه. لا 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 هدير، انا راجل متجوز وعامل ان انا بحب مراتي، ما ينفعش الكلام ده خالص. بعدين فين الميك اب اللي انت بتقولي عليه ده؟ ها؟ والله انا قلت في كلر فيستيفال في الشركه، ما حدش قال لي. اتلم هدير. ماشي. على فكره هو واخد باله قوي من نظراتك ليا طول الوقت، بس هو عامل لك اعتبار عشان صحابه كده. تقيل قوي. حب وجنة عشت فيها والربوخي ما حلت فيها. بقولك يا لذيذ، اللعبة دي هتاخد وقت كبير قوي على ما تنزل. أنا بصراحة زهقان. ممكن أغني لك. لا مش عايز غنى، لا. ممكن أرقص لك. لا مش للدرجة إنك ترقص لي يعني، مش للدرجة دي. لا مش عايز رقص، مش عايز، بس عشان ما يوسف ما يشوفناش بس، خلاص خلاص. ألو. أنت بترقص ليش أنا؟ ألو. يا لذيذ. هو يوسف فين؟ جوف اجتماع مهم. ايوه صح. طب ممكن لو سمحت تخش تقوله ان انا تعبانه قوي وعايزاه يروح الكاستنج مع زومبا بدالي؟ ما ينفعش، جو قال لي ما قطعوش في الاجتماع المهم. يا لذيذ بقول لك تعبانه، تعبانه وجنبي وجعني قوي ومش عارفه ده ايه. زايده دوديه او فت او التهاب في الكلى او الكبد او القولون او غازات او كله. ايه كل ده فجاه كده يا ابني؟ ما تقلقنيش بقى. لازم تقلقي، ممكن تموتي. الله يخرب بيتك، يعني انا بقولك ما تقلقنيش تقولي ممكن تموتي؟ كل الناس هتموت وانتي ناس فهتموتي. يا سيدي ونعم بالله. خلاص خلاص انا هاخد مسكن وان شاء الله اتحسن. المسكن مش هيمنع انك تموتي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اطلع على المستشفى ولا اعمل ايه؟ المستشفى مش هتمنع انك تموتي. اديني يوسف. ما ينفعش، في اجتماع مهم. يا ربي بقى، انا بجد ما بقتش قادره على العند ده. ماشي يا لذيذ، لما بقى جو يبقى يخلص الميتنج المهم قوي يبقى اقول له ساره بتقول لك حصلها على المستشفى اللي جنبنا لانها تعبانه قوي. هنحاول نلحقك قبل ما تموتي. دقايق وغرفه السونار هتبقى جاهزه. طب هو ده من ايه يعني يا دكتور؟ صدقني هتبقى حاجه بسيطه. انت قلقان من ايه؟ قلقان تموت. لا بعد الشر، ان شاء الله هتبقى زي الفل. احنا بس هنعمل السونار علشان نطمن، وانتوا ما تقلقوش من اي حاجه. شكرا يا دكتور. سلمتك يا حبيبتي. يسلمك يوسف. ايه يا حبيبتي؟ انا عايز اقول لك خبر مهم قوي. ايه؟ حامل؟ لا زومبا. زومبا حامل؟ لا. امال ايه؟ زومبا اخترعوها في دور البطوله بتاع الفيلم الاجنبي اللي كنت بقول لك عليه في التليفون. طيب يا ساره، وده وقته فيلم ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ اما نطمن عليكي بس. معلش يا يوسف، ما انا كنت مفروض اخدها ونروح، وانا مش عايزه الفرصه تضيع مننا. ممكن انت تاخدها بدالي؟ ساره انا مش هسيبك وانت تعبانه كده طبعا. يا يوسف ما تقلقش، ما انا هبقى كويسه ان شاء الله، وبعدين ما لذيذ معايا اهو. لا يا ساره انا مش هينفع اسيبك وانت تعبانه كده. يا يوسف لو سمحت بقى عشان خاطري ما تتعبنيش. ها خلاص اهدي. طيب هتروح خلاص؟ ها خلاص يا ساره انت بتزني حتى وانت تعبانه. هتروح؟ هروح. شكرا. بص يا زومبا ما اخبيش عليكي، انا ما كنتش متوقع خالص ان انت يجي منك في موضوع التمثيل ده. الصراحه انا ما كنتش متوقع ان انت يجي منك في حاجه اصلا، بس اول ما ساره قالت لي ان هم عايزينك في دور البطوله وانهم هيدفعوا الاجر اللي على مزاجنا لان المخرج الاجنبي متمسك بيك انت بالذات. متمسك؟ ايوه ما انا عارف. قلت يبقى اكيد ده حل ربنا بعته لنا عشان ناخد اجرك ندفع بيه الفلوس بتاعه الشركه ونحل المشكله اللي احنا فيها دي. ايه يا زومبا في ايه؟ انت فاكره ان انا ممكن اضرب عليكي الفلوس دي او اقبل على نفسي تعب واحده ست؟ انا اي فلوس هاخدها منك هكتب لك بيها ايصال امانه وهرجعها لك على داي المليم، بس اما ربنا يفرجها ان شاء الله. على الله بس الشهره ما تغيركيش علينا يا فنانه. بمناسبه الشهره صحيح، احنا عايزين نفكر لك في اسم ولقب شهره زي ما كل الناس بتعمل. ايه مثلا؟ نجمه مصر الاولى. ايه ده؟ لا طبعا ما ينفعش. انت عارفه مين نجمه مصر الاولى؟ انا. لا بلبله طبعا هي نجمه مصر الاولى. لا لازم نفكر في حاجه ثانيه. نجمه الجماهير. هو انت غاويه مشاكل من اولها؟ ما ينفعش طبعا، نجمه الجماهير دي ناديه الجندي. بقول لك ايه، سيبك من الالقاب وتعالي نفكر في اسم شهر. عايزين نفكر في اسم كده يبقى موسيقي زي ياسمين رئيس، امينه خليل. خليله امين. اعجبني. طب والله اعجبني انا كمان. خليله امين. زومبا غاسل ياسين. ايوه اتفضلي. قوم قوم يا زومبا، مش وقت سرحان وفن دلوقتي. مش هينفع غير طريقة تعرفه؟
قومي. ربنا معاكي. انا تعبانه وخايفه قوي يا لذيذ. ما تخافيش. فعلا تصدق ان انا بعد ما تخافيش دي بقت كويسه خلاص؟ يا نهار اسود، ده يوسف لو رديت عليه هيعرف ان انا تعبانه وهيجي على طول. خد انت رد عليه يا لذيذ. تعرف تقلد صوتي؟ اعرف. طب خد رد عليه كانك انا. الو الو. ايوه يا حبيبتي، ازيك؟ ايوه يا حبيب قلبي، وحشتني قوي قوي قوي. الله يخرب بيتك، انت اوفر كده ليه؟ انا مش اوفر كده. مالك يا ساره بتتكلمي كده ليه؟ قول له مفيش يا حبيبي وحشتني عادي يعني. مفيش يا حبيبي وحشتني عادي يعني. لحقت؟ ماشي. المهم طمنيني ايه الاخبار عندك. قول له طلع مفيش حاجه وهمشي دلوقتي اهو. مش سامع. مش سامع ايه؟ هو مين اللي بيتكلم؟ ساره ولا لذيذ؟ ساره. ساره. طيب بقول لك ايه الاخبار عندك؟ طلع مفيش حاجه وهمشي اهو. طلع مفيش حاجه وهمشي اهو. طيب يا حبيبتي الحمد لله، الحمد لله على السلامه. انا معايا زومبا اهو في شركه الانتاج، هنخلص وهجيبها واجي على طول. قول له طيب يا حبيبي خلص وكلمني. طيب يا حبيبي خلص وكلمني. طيب يا حبيبتي باي باي. رايحه فين؟ رايحه فين ايه؟ قول له باي باي بصوتي بقى، انا مش قادره لك. باي باي بصوتي، انا مش قادره لك. مش قادره لي؟ ماشي يا ستي سلامتك. باي باي. يلا بينا. يلا ايه؟ هناخدها كده بس عشان نتاكد من الزايده وان شاء الله تبقى حاجه بسيطه، ما تقلقش يا لذيذ. انا مش قلقان. لذيذ خلي موبايلي معاك، ولو يوسف اتصل قول له ساره مش تعبانه ومش هتحتاج عمليه خالص. اوكي.